مراد محللة أسواق مالية في شركة إيكوتي. يا مرحبا وسهلا فيك في مساء الإمارات. مرحبا يا فرح. نورتي. نورتي أكيد. فرح، اليوم التداول شيء صار من البديهيات، كل حد قاعد يتداول اليوم، ونشوف إعلانات ونشوف منصات لها إعلانات في شتى مواقع التواصل الاجتماعي، لكن السؤال الأهم اليوم، ما هي الخطوات الأساسية اللي لازم يتبعها الجمهور أو اللي يبغي يتداول في موضوع التداول بالأسواق المالية، ومن وين نبدأ؟ يعني السؤال فينا نجاوب بتلخيص، ولكن هو يمكن بده شرح لفترة طويلة فعلا. هلا شفنا هيدي الفورة بالفعل ما بعد كوفيد، خصوصي بالمنطقة هون، ولكن هيدا الأمر وفكرة الاستثمار هو شيء يعني شائع جدا، كنا عم نشوفه بأوروبا أو حتى في الولايات المتحدة، العديد من الأفراد بيتوجهوا للاستثمار كمان للنظرة مستقبلية، كمان تكون عم تعطيهم مردود مالي. لازم نكون نحن عم نفهم اختلاف الأسواق المالية، وقت نكون عم نحكي عن الأصول عم نحكي عن أسهم، عم نحكي عن سلع، عم نحكي عن عملات، عم نحكي عن عملات رقمية. في العديد من الأصول لازم نكون عم نلاقي نظرة عليها، في البعض منا مرتفع المخاطر، البعض منا التذبذب فيه ومنه كتير كبير، يمكن يعطينا فرصة إنه ما نكون عم نشوف تحركات كبيرة. بيتكوين على سبيل المثال، بس لكون عم فسر، ارتفع مثلا شي 10,000 دولار بجمعة، ولكن ما معقول مثلا اليورو في وجه الدولار يرتفع 10,000 بجمعة. فهيدول كمان بناخذهم بعين الاعتبار. والأهم الأهم الأهم في بداية التداول والمعرفة وطبعا الدراسة وكل هيدا، المنصات بتعطينا فرصة لنكون عم نفتح حساب تجريبي. تجريبي صح. في أموال منا حقيقية ولكن بتخاطب الواقع، يعني أنا إذا كنت عم بدخل بهيدي التداول بأي فكرة تداولية بأي استراتيجية، بشوف هل هي عم تحقق أرباح بالفعل أم لا. أقطع سؤالك وأقطع جوابك بالنقطة. أنا شخصيا جربت عدة منصات اللي فيها حساب الديمو خلنا نقول، أو الحساب التجريبي، ولكن لما تستثمر في الحساب التجريبي تشوف أنه قاعد تربح، بس لما تحول على حساب واقعي تشوف أنه قاعد تخسر. هل العيب في المستثمر أم في المنصة؟ لا، العيب بالمستثمر صراحة. ليش؟ كيف؟ لأن المنصة بالنهاية هي عم تعطيك الأرقام الحقيقية. أنت في يعني خصوصي كنت عم تخبرنا عن الأمتي فور والأمتي فايف، هذه منصة موحدة كمان بيستخدمها العديد من الوسطاء الماليين، والأسعار كمان فيك تكون عم تراقبها بالأسواق، أسعار واضحة للجميع. الفرق طبيعة الحال أول شيء المبلغ البالانس اللي أنت عم تجربه بالتريدينج بالدمو عادة بيكون كتير كبير، أكبر من اللي يمكن مش كتير كبير دولار، هو كمان فيكون 100,000 دولار. فأنت بتكون عم تدخل مريح حالك، تارك الصفقة لفترات أطول، منك فرقانة معك وقت تلاقيه أنه نزل السعر شوي، ولكن وقت تكون أموالك وقت تكون محدودة كمان بتبلش أنت تتوتر، بتبلش حتى لو عامل استراتيجية تسكر ال يمكن ال يعني البوزيشن تبعيتك خوفا كمان، حتى لو كنت انت عامل ريسك مانجمنت قبل ما تكون عم تدخل عليها. طبيعة الحال منا بسبب المنصة، عم قول المستثمر لأنك عطيتني هيدول الخيارين، ولكن أظن هيدا شيء سايكولوجي، وهيدي كمان لأنه ما بنكون عم ندرس الأسواق ببطء يعني خلينا ناخذ وقتنا فيها. في مقولة تنقال في التداول، هاي ريسك هاي ريتيرن، صح؟ يعني المخاطره الكبيره المخاطره الكبيره تكون عائداتها اكبر. نعم. ما انفض طبعا ما، ولكن في مجال التداول وبالحياه بالمطلق كمان لك، بس خليني اعطيك منا نصيحه ابدا ماليه، بس عم نقارن الاسواق بالوقت الحالي كمان لانه هو شيء تاريخي. خلينا نقول مثلا من اول ما صارت مشكله الوباء وانهارت اسعار الاسهم، قديش في ناس دخلت ساعتها من بعد التراجعات؟ قليل كتير، صح؟ قليل كتير اللي دخلت لتشتري، لأنه ما عنا ما بنعرف شو عم بيصير، ما بنعرف قد رح يستمر الإغلاق، ما كان في عنا بعد إعلان عن المساعدات المالية اللي حتكون من البنوك المركزية، فمخاطر مرتفعة للمستقبل. ولكن بسبب هذا الأمر كمان ربحوا بالارتفاعات الكبيرة اللي جاءت ما بعدها. عم نشوف نفس الشيء بالصين. هلا الصين هي هاي ريسك، هي في عنا مشاكل اقتصادية، في عنا قطاع العقارات انهار، في عنا تضييق الحكومي على قطاع التكنولوجيا، مشان هيك بلشنا عم نسمع أكثر إنه ممكن يكون هاي ريسك هاي ريورد. منا طبيعة الحال ما عم نحكي لأن في أمور أخرى لازم نكون عم ناخذها بعين الاعتبار وقت عم نناقش الأسواق، ولكن طبيعة الحال وقت نكون إحنا البيتكوين من بعد تراجعاته الكبيرة كمان كان
صحيح لانه كان عم يشكل مخاطر. نقطة ياسين اليوم البيتكوين تعرف انه وصل الى 19,000 انهيار شديد بالنسبه لسعره اللي كان وصل 60,000 ووصل اليوم الى 55,000 دولار للبيتكوين الواحد. لكن اليوم عشان فرح ذكرتي مخاطر ذكرتي ريسك، عشان اليوم المستثمر والمتداول ما يقع في هذا الريسك والمخاطر ايضا، شو الاهداف اللي لازم ياخذها بعين الاعتبار؟ شو المعايير اللي لازم يتبعها في التداول عشان ما يقع في هذه المخاطر؟ والسؤال الاهم كم يبدا؟ اوكي. هي جزء كمان من اداره المخاطر بكم يبدا. هيدا السؤال كم انا ما كثير بحبه، لانه وقت نبلش نحكي بالاستثمار بالامور الماليه بشكل خاص، حتى بمدخولي بقد ايه بدي يكون عم بعمل سيفنج، قد ايه بدي يكون عم حط على جنب للطوارئ، ببلش فكر بنسبه مئويه، بشيل على جنب بقى قد ايش انا لازم احط. النسبه المئويه يلي ما بتخليك تكون انت خايف على أموالك في الاستثمار، ما فيك أنت تكون عم تقطع عن حالك أساسيات كرمال تكون عم تودعن بالاستثمار. المنطق يقول، وكنا عم نشوف يمكن هذه الشهية كمان موجودة عند المستثمرين الأجانب كمان، ما بين 15 ل 25% من مدخولك. طبعا هذا بيختلف على حسب قد في عندك ديون، قد في عندك أنت كمان أمور أخرى لازم تكون عم تحطها على جنب، ولكن هذا النسبة المئوية المعقولة للاستثمار. ماذا عن الأهداف؟ الأهداف والمعايير. صحيح. هلا الاهداف اللي بدنا نحكي فيها لازم اقعد انا مع الكلاينت وافهم منه انت شو اهدافك على اي فتره زمنيه قصيره طويله. الاهداف بتتعلق بشكل مباشر كمان مع المخاطر، مثل ما كنا عم نحكي اللي بدك تاخذها. انت عم انت على بالك تكون متداول يومي، اوكي هون في مخاطر اكبر، ولكن مردود مالي يومي قد يكون كمان في الحسبان، ولكن كمان التداول على فتره زمنيه طويله، هل بدك تدخل بفوليوم اكبر ولا اقل؟ فاظن انه التداول ممكن لكل شخص على حسب معاييره. طبيعة الحال ما نحكي تقريبا، ولكن هو ما في مبلغ معين للدخول، ولكن أقل شيء لنكون إحنا قادرين نعمل توزيع بالمحفظة تبعيتنا، وتوزيع كمان فينا نحكي عنها بعدين، نكون عم نتوقع أرباح منطقية يعني ما بين 5,000 و10,000 دولار بأي فترة؟ قد يكون في البداية. في البداية نعم. اليوم في ذكرتي فترة قصيرة، قصيرة المدى وفترة قصيرة طويلة المدى. ماذا اللي يميز هذه عن هذه؟ خليني أقول لك، مثلا أنا وقت أكون عم فكر بزوج أزواج العملات، وأزواج العملات اللي بتتعلق بشكل طبيعة الحال بالدورة الاقتصادية بالبيانات الاقتصادية، ولكن بسياسات البنوك المركزية، وقت أنا لاحظ أنه في بنك معين يرفع فائدته إلى ما يقارب 5%، ولكن بنك آخر عنده حدود 2%، فالطبيعي أنه البلد اللي عنده نسبة فائدة 5%، خلينا نعتبر 5.5 في الولايات المتحدة، قد يدعم عملته لفترة أطول. على مدى الأشهر رح لاقي هالأب ترند، ريسك يمكن ما يكون كتير كبير، ولكن هيدا الأب ترند البسيط على فترة زمنية طويلة، عم بحكي عن أشهر. ولكن وقت أنا أكون بدي أداول خبر طالع اليوم عن التضخم اللي ممكن يعملنا ارتفاعات على الذهب أو تراجعات كبيرة على الذهب، هيدي فترة زمنية قصيرة، ما بعد الخبر بدقائق قد أكون أغلقت الصفحة. قلتي نقطة وايد مهمة فرح، ولازم أن أغلب الناس يعرفونها. اليوم الشخص اللي يريد يتداول يدخل يشوف منصة في عدة خيارات قدامه. مثلا اني انا اتبع اشترك بقناه معينه تعطيك نصائح واروح اتداول، وفي ناس يقول لك لا والله انا تعودت ان في هالساعه او في هالوقت الفلاني مثلا الذهب ينزل فببيع، وتعودت في هالساعه الذهب يرتفع فبشتري مثلا او شيء. لازم الناس تفهم موضوع ان في اخبار متحكمه في هذا الموضوع، وهذه كارثه ان الناس ما قاعدين يفهموا في هالشيء، خاصه في اسواق الذهب ياسين، الذهب العملات كل شيء في يعني في اخبار، الناس لازم تتابع الاخبار، وهذا اللي يسوون المحللين الاقتصاديين الماليين انهم قاعدين يتابعوا الاخبار، يشوف يقول لك ترى مثلا في خبر استوى في امريكا اليوم ممكن يطيح سعر الذهب، فبالتالي انت تبيع بناء عليه، ففي تحليلات وكل شيء. فشو اهميه اليوم الواحد انه يتابع الاخبار العالميه اللي قاعده تصير لمراقبه استثماره؟ عم نبلش نسمع أكثر وأكثر بشرخ ما بين المحللين، البعض يتحول إلى الجانب الأساسي اللي هو تابع الأخبار، بشوف تحليلات، والله جاي مبارح كان في عنا مبيعات التجزئة، ليه بهمنا مبيعات التجزئة؟ لأنه بنشوف قد في استهلاك، قد في استهلاك بيعني قد استمرار التضخم، فساعتها فيني أتوقع شو تكون سياسة الفدرالي، وهذا هو تحليل الأساسي للاقتصاديين كمان. والبعض الآخر اللي عم نشوفه كمان عم بيدرج أكثر هو التحليل الفني، نتابع التشارت، لانه التشارت تشوف نزل طلع مثلث مربع متى نزل صح ليش؟ لانه بالنسبه لنا نحن التاريخ فرجينا انه بيعيد نفسه، الانماط تعيد نفسها. وهل فعلا صح الكلام ولا
الى حد بعيد جدا، ولكن الاداء الماضي لا ما فينا ناخذه كتاكيد للاداء المستقبلي، بناخذه بعين الاعتبار الى جانب العديد من التحاليل الاساسيه. اظن الاثنين مع بعض خصوصي للي بده يتداول، يعني التداول اليومي قد يعتمد كمان على التحليل الفني اكثر من التداول على فترات زمنيه اطول. اللي بده يكون عم يتداول على سهم الشركه رح يكون عم يشوف اساسيات الشركه، عم يشوف قد ايه عم تربح، قد ايه البرودكتس تبعونه ناجحين، ورح يكون عم يهتم بالنظره المستقبليه اكثر من حلو. يعني فرح ذكرتي شركات وذكرتي منتجات، اليوم عندنا النفط، ذهب، عملات رقمية اللي طلعت خلينا نقول من بداية 2013 أو 2012 اللي هي بيتكوين وغيرها وأخواتها. اليوم كيف أنا كمستثمر أقدر أختار السوق الصحيح لأبدأ اليوم أتداول فيه بدون أي مخاطر؟ بدون أي مخاطر؟ ما في شيء اسمه في مخاطر، لكن أنا اليوم كمستثمر جديد أنا أتكلم عن نفسي عندي أقل مخاطر. أقل مخاطر. أقل مخاطر. هلأ من الناحية البسيطة اللي بدنا نحكي فيها هي طبيعة الحال، الأصول يلي ما عم تتعرض لتذبذب كبير. معناته ثابتة. مش ثابتة بس العملات نوعا ما يعني ما معقول ان احنا بكره في نلاقي اليورو صار ب 10 دولار. لا صحيح. طبعا لا. فهمت قصدي؟ بالمنطق يعني بالمنطق نعم. ايه ولكن مثلا الذهب بيتحرك 20 30 دولار بالنهار، البيتكوين بيتحرك بالالاف بالنهار. نعم. الاصول عالية المخاطر يلي نحن بنعتبرها عالية المخاطر اللي مثل هي الاسهم بطبيعة الحال قد كمان تكون عم تتحرك بشكل كبير. هلا الريسك الاقل بنشوفه بالسندات الخزانه، بنشوفه عوائد السندات اللي عاده بيكون عندك بتشتري السند بتكون انت متوقع بعد هذا الشهر بتكون عم تاخذ ارباح اقل ولكن الريسك اقل. الريسك اقل 100% وحتى هي نسبه وتناسب ترى نفس ما قلتي 100% وكمان في التداول اللي هو يعتبر نوعا ما في محفوف بالمخاطر، فيني بلش اعمل استراتيجيات اداره مخاطر، فيني قرر قبل ما ادخل باي صفقه قديش انا مستعد خاطر كنسبه مئويه. يعني انا حاطط كنا عم نحكي 10000 دولار، فيني اقرر قبل ما ادخل بالصفقه اني ما خاطر اكثر من 5%. صح قبل صح لا اقرر لين منو الجا؟ عند منو اروح اساله استفسر اخذ منه خبره اخذ منه نصائح؟ عند فرح. ناسي فرح. عند فرح. اكيد بتمنى يعني وشرف لي اذا كمان قادر اساعد حياة لحد يدخل بالاستثمار، بس البدايات او الاساسيات الاسواق موجوده موحده، فيك تشوف اي كتاب اي نحن باكويتي وغير باكويتي كمان عديد من الشركات بيكون في عندهم كمان دروس اونلاين فيك تكون عم فرح ده. اليوم مع ياسين حتى يعني مع اليوم التواصل الاجتماعي والمنصات قلنا نشوف اعلانات كثيره مش كلها صادقه فرح، فانا عشان شيء بنيت اليوم سؤالي قلت عند منو الجا؟ أول مصداقية انا اليوم بوضع فلوسي راس مالي في هذه الاسواق عشان شيء. هيدا السؤال يعني عم تحرجني فيه بس رح لك شيء خبريه انا مصدومه منها بصراحه، وانا عم بقلب على السوشيال ميديا بلاقي اشخاص معروفين محترمين انا بحترمهم وبعرفهم على المستوى الشخصي عم بيقولوا انا داولت بسهم معين وانا عم طلع فيه ارباح شهريه 20 30 ألف درهم على الأد ومن وراها اشتريت سيارة وبيت وأرض. هيدا الأمر حيلا شيء بتسمعه هيك وللأسف للأسف جدا أنا نكون عم نشوفه في علامة استفهام كبيرة استفهم. ممنوع حتى يعني نحن بدولة فيها كتير تنظيمات مالية تحت تنظيم دبي المالية ممنوع هيدي القصص تنقال طبعا. ممنوع أنا أجي أقول لك أنه على الأكيد رح تكون عم طلع 20 أو 30 ألف بالشهر. في كتير أمور لازم تتاخد بعين الاعتبار وحي رح حدا بيقول لكم هيك قولوا له فرجيني أنا الحساب تبعك تداولي فرجيني أنك أنت عامل على الأد 20 صح حسبها يعني على الأد 20 وريني يعني كأنه أنا عم بقول لك أنت عندك مشروع مطعم هل أنت قادر تتأكد أنك كل شهر عم طلع 50 مثلا ألف أو 100 ألف على الأد؟ مستحيل. في نقطة ثانية وايد مهم للناس يعرفوها أنا أسميه حظ المبتدئين. يعني اليوم مثلا واحد مبتدأ شاف السوق قال خليني أتعلم شاف له فيديوهين في اليوتيوب حط 100 دولار أوب استوت 200 دولار هذا حظه هو ترى أول ما بدأ قلبت عليه استوت معي استوت مع وايد ناس نعم وأنا ومنهم يا سيدي بالفعل استوت ل 100 دولار 500 دولار 1000 دولار فجأة مرة واحدة شفنا الريال من 1000 دولار صفقة واحدة سالب استوى مش صفر فشو اللي صار هني؟ أنا فيني أسألك أنت على أي أساس فتحت الصفقات؟ بحظ لا بس أنا بدون تخمين وبدون شيء اوكي حلو انا اجاوب تفرح اليوم انا يوم بديت مثلا قلت اوه انا اشوف فلان قاعد يربح وفلان قاعد يربح وفلان قاعد يربح فلذلك تشجعت ودخلت وانا واثق ان اغلب المشاهدين اليوم نفسي انا كسالم دخلوا هذا المجال بنفس الطريقه انه اوكي هذا فلان قاعد يربح يلا ادخل يوم دخلت ربحت بس فجاه زيرو انكم
حتى راس المال روح. شو اللي صار هنا؟ هيدي نهاية للأسف يعني الحظ يمكن عن جد بحالفك، لأنه بالنهاية إذا أنت عم تدخل بلا أي دراسة، أنت بس عم تقبس، معناتها أنت عندك أنت كأنك عم تشتري حيالله شيء، سيارة يمكن بكرة تبيعها بأغلى أو لا. أنت 50-50 تشانس إذا أنت منك عم تعمل أي دراسة. ونهاية هيدا الطريق سواء عاجلا أم آجلا مثل ما بيقولوا الخسارة. لأنك أنت أوكي عم تعمل ضرب من الحظ، ضرب من الحظ، ضرب من الحظ، إلى أنك أنت بالنهاية رح توصل لحظ. صراحة عشان ما أوصل أنا وياسين وأيضا المشاهدين، ممكن بعض المشاهدين للخسارة هذه، نصائح توجهينها بدورك كمحللة أسواق مالية أكيد للمشاهدين ولنا أنا وياسين. يعني من هلأ لازم يكونوا عارفوا، لازم نكون إحنا عم نتابع الأسواق، نعرف الفرق ما بين الأسواق، أي بيناسبنا أكثر. بمعايير مخاطرة أقل. حيلا صفقة أنا بدي فوت فيها، فيني حدد إدارة المخاطر، فيني حط الستوب لوس تبعي، أكيد يمكن بتعرفوا شو ستوب لوس. إيه ستوب لوس فيني حطه أنا، ما كون عم بخسر أكثر من 5%، بس نفس الوقت ممكن تتمرجن، يكون المارجن عندك إذا أنت بتحط الستوب لوس. لا ما تتمرجن، ما حتتمرجن. ومش بس هيك، يعني أنت فيك تكون عم تفوت، حيلا في كتير من الأمور اللي بناخذها بإدارة المخاطر، تشوف أنت التارجت تبعك وين، وين هدفك، وين السعر متوقعه يوصل. طيب هو قد يرتفع كمان مثل ما أنت متوقع معين، ولكن قد ايه في ممكن يرتد منه اذا الارتداد للنفس اللي معقول ياخذه السوق الى ان يعود الى ارتفاعه مرتفع جدا. طيب انا بتخلى عن هيدي الفرصه، في فرص اخرى جايه بالفعل. بعمل تعدديه في البورتفوليو تبعي، وهالتعدديه مش يعني بشتري ذهب وبشتري معه مثلا يورو دولار اللي هن بيمشوا عاده تقريبا بنفس الطريق كمان. ما انا نصيحه بس لاعطي اكزامبل، لازم يكون عم باخذ اصول ما بتتعلق ببعضها، ما بتتحرك مختلفة. تنوع 100%. يعني حتى لو انا عم باخذ اصول مختلفه، ولكن يمكن قد يكونوا على صله وبتحركوا وبتاثروا بنفس الامور. بحاول بعد عن هيدا الشيء. ريسك مانجمنت نفس ما ذكرت انت مهم جدا. نقطه ثانيه، في ناس تفتح صفقه واحده ببوينت عالي او شو فوليوم عالي، فوليوم عالي. وفي ناس في نفس الوقت تفتح كذا صفقه فوليوم قليل. انت مع شو بالضبط؟ هلا هيدي كمان بتختلف جدا مع انا وقت اقعد مع شخص مش مثل المحلل النفسي، ولكن المحلل المالي انا لازم اسالك انت شو اهدافك، انت شو الريسك تبعك. طبيعه الحال انا وقت اكون عم فوت عم بتعدد واعمل دايفرسيفيكيشن، هيدا امر جيد من ناحيه ريسك مانجمنت، ولكن في امور عديده بدي اخذها بعين الاعتبار. انت لفت بهيدا الاصل بالذات، يمكن انت عندك معلومات فعلا دقيقه وبتاثر على هيدا الاصل وانت فهمانه. العديد من الطاقم الطبي مثلا خلال كورونا كانوا بيعرفوا قديش الاسهم المتعلقه بالعقاقير الخاصه بكوفيد قد ترتفع، فهيدا اختصاص، هيدا اللي بيعرفوا فيه، ومشان هيك تداولوا فيه. السوق مثل صحه الانسان، يحتاج طبيب، والطبيب هو محلل الاسواق خلينا نقول الماليه. فيعني النصيحه الاهم اليوم من خلال الحوار ان نحن كمبتدئ الجا لمحلل اسواق، مش غلط، مش غلط ابدا. وحتى للوسطاء الماليين المرخصين، خصوصا نحن دوله الامارات صار في عندنا تراخيص ماليه قويه معينه، لازم تتاكدوا من التراخيص. وطبعا حيالله شركه مرخصه محترمه مثل ما بنقول، شفافيه عندها، تحافظ على المستثمر تبعها، رح تكون عم تزوده بكل الامور اللي بيحتاجها ليكون عم بيدخل السوق بطريقه صح. نتمنى ان شاء الله انه كان حوارنا مفيد ومهم للناس، لانه فعلا الموضوع في الاونه الاخيره نفس ما ذكرتي انه في الكثير من الاعلانات الوهميه خلينا نقول، ومن الناس اللي عم يركبوا الموجه، هو تعبان على حساب الناس الثانيه، هو تعبان لانه خسران يمكن. لا 100 دولار هلا نحكي من بعد الهوا، خلص من بعد الهوا. كل الشكر جزيل لك فرح، نورتينا اليوم، وان شاء الله فدنا الناس اكيد بمعلوماتنا. نطلع فاصل بسيط. اكيد اكيد يا فرح، كل الشكر لفرح مراد محلل اسواق ماليه، اكيد استفدنا منك اكيد، والمشاهدين ايضا استفادوا منك. ولهذا مشاهدينا خلينا نروح فاصل بسيط ونرجع انا وياسين ونكمل فقراتنا.